أولا السياسي مطالب بقراءة نقدية للأوضاع وباقتراح البدائل لهذه الأوضاع. بطبيعة الحال الحالة اللي كتعرفها بلادنا اليوم غير يعني لا تطمئن، هي أوضاع اللي هي مقلقة، واللي من السمات الأساسية ديالها البطالة ديال الشباب. هاد الشباب اللي ما لقاش كيفاش يتدمج في بلاده، ما لقاش الشغل لأنه مازال المعدل ديال النمو في بلادنا ضعيف، مازال النموذج التنموي يعني غير ناجع رغم بعض المحاولات هنا وهناك، ونظرا للاختيارات التي وضعت في بلادنا منذ الاستقلال كنلقاو بأنه مازال ما لقيناش الفرصة باش نبنيو التنمية ديال الإنسان في بلادنا. وهنا فين كتجي يعني الفوارق الاجتماعية، الفوارق المجالية، الفوارق حسب النوع، يعني الفقر والهشاشة والعطالة اللي كتصيب واحد الفئات واسعة من مجتمعنا. وملي تنشوفوا الأجوبة المقترحة اليوم من قبل الدولة والحكومة كنلقاها مقترحات تسير في الاتجاه المعاكس للاتجاه المطلوب. كيف ذلك؟ يعني أنه الكل يعرف بأن أساس التنمية، والكل يعترف بأن هناك فشل نموذج النمو في المغرب، أن أساس كل تنمية هو المنظومة التربوية، هو يعني المركزة ديال العلم والمعرفة، هو بناء الإنسان، يعني أن نعلمه، أن نثقفه، أن نسلحه بقيم وبمهارات وكفاءات باش يمكن له يبني هذه التنمية هذه على مستوى كل البلاد. فيعني الجواب ديال الدولة يعني هو جواب مؤرق، لأن هناك بالعكس محاولة ديال الاستمرار في هدم المدرسة العمومية وفي ضرب المجانية، في ضرب الوظيفة العمومية، يعني توظيف الأساتذة بالتعاقد، وهذا الشيء كله أعطانا واحد النوع من الهيجان داخل المجتمع المغربي، وهذا الشيء لا يطمئن. يعني وهذا الشيء حنا هنا في هذا اللقاء هذا وفي لقاءات عديدة ومتعددة اللي حضرنا لها، يعني نجر ناقوس الخطر بالنسبة لهذه الاختيارات التي الديمقراطية اللي غادية فيها الدولة، واللي هي يعني انصياع للتوصية ديال المؤسسات المالية وديال واحد الحكومة التي أصابها العمى. أنا كنقول ما يمكنش أننا الشباب ديالنا يعني يتألم ويتمزق وينتفض في الحراك الدري، في الجرادة، في كل جهات، نزجوا به في السجون، ولا نخربوا ليه المدرسة ديالو، ولا نخربوا ليه المستقبل ديالو. ولهذا فهذه الحكومات يعني الاستحقاقات المقبلة خاص المغاربة كلهم ماشي غير السياسي يطرحوا السؤال، هاد الناس اللي حنا تنعطيهم الاصوات ديالنا واش تيمشيو في الاتجاه الصحيح اللي كيخدم المصلحه العامه، ولا هما تيخدموا غير المصالح ديال صحابهم والريع السياسي هاد الحكومه ولا اللي سبقوها، يعني مع تفاوتات يمكن نقولوا. ولكن اليوم المشكل هو ان البلاد غارقه في المديونيه، المشكل هو ان البلاد اليوم غاديه في الخصصه، الخصخصه ديال القطاعات العامه اللي هي طوق النجاه بالنسبه للمغاربه، وهذا الشيء ما يمكنش حنايا كسياسيين اننا نسكتوا عليه، وخصنا نقولوا بانه كاين نموذج تنموي القادر على الحد من هذه الازمه المركبه، وهذا النموذج التنموي مدخله سياسي. بطبيعه الحال خصنا نبنيو الديمقراطيه اللي اليوم كاين هناك احتيال على المساله الديمقراطيه، وغادي نتكلموا في هذا الشيء خلال الندوه، وكاين كذلك المدخل ديالو اقتصادي، والاقتصادي خصنا ننهيو مع النزيف ديال اقتصاد الريع وديال الامتيازات وديال هدر الاموال العموميه. هذه الاموال اللي خصها تمشي في التنميه كتمشي في جيوب البعض. اذا كذلك المدخل ديالو اجتماعي، لان ما يمكنش شي مشروع سياسي او اقتصادي ما يحافظش على التوازنات الاجتماعيه والتوازنات البيئيه، لان الاجيال التي ستاتي بعدنا يعني كيفاش غادي تتعامل معنا، كيفاش غادي تذكرنا، وحنا غادي نكونوا يعني سواء تواطئنا بالسكوت او تواطئنا دخلنا الحكومات اللي هي لا تحكم، واننا استفدنا وخدينا الريع السياسي وقلنا هذا هو المبتغى. إذا هذا الشيء كله يسائلنا جميعا ويتطلب واحد النوع من النهضة يشارك فيها المثقف، يشارك فيها الشباب، بالخصوص لأنه هو المعني بالحاضر والمستقبل أكثر من الجيل ديالنا حنايا، باش يمكن لنا كلنا على حدة أن نتحمل مسؤوليتنا، وأن نقول أنه هذه الاحتجاجات اللي كاينة اليوم راه محتاجة كذلك لجواب سياسي، وهذا الجواب السياسي هو اللي خصو يحقق لنا العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية والعدالة المجالية والعدالة حسب النوع، ويحقق الكرامه ديال المغاربه اللي هما عايشين اليوم محقورين. وهذا الكلام خصو يتقال، ما نبقاوش نخافوا من الهضره ونبقاو نستعملوا غير لغات الخشاب والسلام. هذا الشيء راه بالارقام يمكن لنا اننا نبرهنوا عليه، ويمكن لنا كذلك ان نبرهنوا بالارقام بان واحد المغرب اخر ممكن وخصو يتبنى